السعداوي رئيس دائره الانتاج النباتي بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالقصرين. اليوم يوم تحسيسي حول استغلال ماده المارجين في تسميد الغراسات، وهو في الحقيقه يدخل في اطار خطه وزاره الفلاحه في الاطار هذا. اليوم التحسيسي هذا حاضرين فيه المهنه من فلاحه ومعاصريه، كذلك اتحادات الفلاحين، الاتحادات المحليه والاتحاد الجهوي. فحاضر فيه البحث العلمي اللي باش يلقي مداخله حول اهميه المارجين. حاضرين فيه الادارات ذات العلاقه، خاصه الادارات المشرفه كما حمايه الاداره الجهويه لحمايه المحيط بالقيروان واداره حمايه النفايات، هم اللي حاضرين في الحاله هذه تحت اشراف السيد ويلي القصرين. وان شاء الله بعد اليوم ذا، اليوم التحسيسي، باش ننتقلوا للاشراف على الانطلاق في فرش المارجين. وهنا للخصوصيه انه ثم علاقه بين القطاع الخاص اللي هما المعاصريه والقطاع العام اللي هي الاراضي الدوليه المركب الفلاحي الخضراء اسبيطله، وكذلك المركب الفلاحي الخضراء واد الدر. عدد المعاصر المخرطه هم عندنا 9 معاصر من جمله 20 معصر اللي هي نشطت، والمساحه اللي وصلنا لها 328، عدد الفلاحه اللي منضوين 26، اضافه للزوز مركبات الفلاحيه اللي يلحق. علي بن دياب باحث في معهد الزيتونه، جيت هنا باش ننشط يوم اعلامي حول تثمين ماده المارجين في غراسات الزيتون. وكي نحكيو على ماده المارجين كنا نتخوفوا منها برشا على اساس انها معناها ماده ملوثه للطبيعه، ماده معناها تفسد لنا معناها جوده التربه نتاعنا، وبالتالي معناها البحث العلمي اثبت انه الماده هذه نجم نستعملوها بطريقه فعاله وتكون معناها نافعه برشا للارض. على اساس الماده هذه كي نستعملوها بطريقه بنسبه 50 متر كوب في الهكتار كل عامين مره، تكون معناها نافعه برشا للارض، تتحسن في نسبه الاملاح المعدنيه، تحسن في نسبه المواد العضويه فيها، ما غير ما تفسد لنا الارض معناها بالملوحه، وما غير ما تفسد لنا الارض بالتلوث، وبالتالي معناها باش تكون معناها لها فائده عظيمه لشجره الزيتون، خاصه في خضمها الانحباس الحراري اللي معناها ضر لنا شجره الزيتون، وزاد ضر التربه نتاعنا، فقر على مستوى الاملاح المعدنيه وفقر على مستوى المواد العضويه، وبالتالي ماده المارجين ولات ماده فعاله برشا نستعملوها بكفاءة عظيمة باش تحسننا في جودة التربة، وبالتالي كي نقولوا جودة التربة باش تحسننا في الإنتاج والإنتاجية للزيتونة وللفلاح، وبالتالي باش تكون معناها مادة المارجين حل ياسر عظيم باش يحسن الفلاح الإنتاج نتاعو ويحسن المدخول نتاعو بإذن الله. محمد أجيب ملاهي، أنا مع صاحب معصر اللي هنا في سبيطلة ومتكلف على المعصر هذه وفلاح. مادة المارجين هذه أنا جربتها كفلاح وديجا وناجحة 100% زادة. جربتها على شجار بعلية وتوا أثناء جات بركلة والد من غير لا مطر لا حتى شيء، وجا والد بكدا بكدا هو اللوز وزيتون. والمعصرة ساعدنا زادة، نحن كل عام عندنا مشكلة في المارجين في المعصرة. الحمد لله هم يقولين حل، بارك الله فيهم للإدارات الجهوية سواء بتاع حماية المحيط والفلاحة والجماعة المتداخلين الكل، وبارك الله فيهم إن شاء الله ديما تبقى متواصلة هكا. ونشكر زاد الديوان الأراضي الدولية اللي أتاحت لنا الفرصة هذه باش نعملوا هالمرجين هذه نرتاحوا منه.